يصعبها يا مليون. سيناريو في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني لهذه المباراة، يتمكن بلمسة واحدة من وضع الكرة في شباك الحارس موزاس. سيتغير الحال وتتغير الأحوال، ستتغير المباراة مباشرة. الأهداف روح المباريات. شباب بلوزداد يقدم روحا لفريقه ولأنصاره فوق المدرجات بهدف بن قبلية انتظرناه فظهر في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني. اشتعلت المباراة الآن بلمسة واحدة، خروج الحارس لم يكن موفق، الكرة في الشباك لم يكن موفق. جمال اللاعب بن قبلية اللي مشى للحارس، وهذا هو الشيء الإيجابي اللي كنا نتكلموا عليه من البداية. سيناريو الأحسن والأفضل لشباب بن وزداد بالوصول إلى مرمى الحارس موزيس. خروج غير موفق، حاول المدافع الوصول بالكرة لم يتمكن من ذلك. بن قبلية ستعود الروح والمعنويات العالية والمرتفعة لعناصر وأنصار شباب بن وزداد. كرة إلى رمي تماس، إخراج الكرة تتحول إلى عملية هجومية إلى بيضاء. يسجل ويمنح الأفضلية والأسبقية بهدفين. كوتشينج ممتاز في الشوط الثاني لرشيد طوسي على السرعة. كوتشينج ممتاز لمن يتابع كرة ويسجل لصالح شباب بن وزداد 2-2 للفريق المحلي. ممثل الكرة الجزائرية لمن على السرعة في الدقيقة 58. ها هي الكرة الآن بين قدمي الحارس موزاس والكرة في الشباك. ما جمال الكرة، شوف كيفاش بدو الكرة هنا في عمق المدافعين. لاعب صاب روحه بدون رقبة، لو كان في وسط الميدان كان ما يسجلش، كان بعيد، كان بعيد. هنا كان دخل منطقة وسجل، اللي كنا من البداية كنا متمنيين لاعب المهان يكون قريب بن قبلية، وهذا هو الهدف الثاني اللي سجل. زوج لاعبين في الهجوم، زوج اهداف. وجه اخر لشباب بن وزداد في الشوط الثاني. ردة الثالث بيشو يوصل كرة من هناك لبورنان، انتظر الزناسني. نعم مفتوح الطريق، وحاول من الزناسني استرجع الكرة. بورنان مراوغ ممتاز، هايلة التوجيه. الشباك للمرة الثالثة في الدقيقة 70. شوط ثاني مقلوب رأسا على عقب لشباب بلوزداد الذي عاد بقوة. عاد دراوي وشباب بلوزداد ولكروم وسجل الثالث لشباب بلوزداد في سيناريو عجيب لم يكن منتظر بالنسبة لفريق شباب بلوزداد. جمال شوف هنا اللاعب فنان كيفاش مر الكرة قائم ثاني، وين لعب دراوي جاء تابع ثاني، تابع الكره وطلب الكره. هنا برنان لما جاء من وراء هو اللي جاب المسانده اللي كنا نطلب منها في الشوط الاول. جمال بلمسه واحده وبقوه كبيره، وخاصه اللاعب دراوي اللي هو مدافع جمال، وصل القائم الثاني وعرف كيفاش يسجل. لو بيد دو بلا هو اللي يسمح له يسجل الهدف الثالث وفي القائم ايسر. تغيرت النتيجة وأصبحت ثقيلة.